السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله. أريد هذا السؤال يحيرني. نعم. أنا تابعت على اليوتيوب السيد أبو تربة شافي الإمام، هل هذا حقيقي؟ طيب، عندي سؤال ثاني؟ لا، أريد هذا. لأن سيد حسين الصافي من لسانه، أنا نحيرني هذا الجواب، أريدك جواب سريع ترديه. شو يسوي أم مريم؟ شنو هذا السيد أبو تربة؟ شنو يسوي؟ شاف الإمام المهدي صعد للسماء، صحيح هذا عند السستاني، قال حضر جلسات ويا السستاني، صار واضح. أكو ثلاث جلسات. صار واضح، تسمعين الجواب إن شاء الله. حجية، شوفي، هاي الادعاءات كاذبة وخرافات وتخرصات. يطلع والله أبو تربة، واحد أبو الكذا، واحد ماذا صعد للسماء، هذا الحكي ما له أي قيمة علمية ولا قيمة على حال ديني أصلا. والتصاق الجماعة، والله أنا كنت أدرس بالحوزة وعند فلان، هذا كله كذب. عند من يدرس؟ المرجعية الآن أكثر من 25 سنة على حال ما تدرس. وين درس هو؟ إيش قد عمره حتى 25 سنة ما جاء درس المرجعية؟ الظروف اللي كانت وكذا. تقصد المرجع سيد بلي؟ فأقول يعني هذا الكلام كله كذب وكله دجل وكله خرافة، وعلى حال يردون الطشة ويردون نوع من الإثارة، فلا تستمعوا إليهم. وهذا اللي الآن بيّنته، أنه مجالس الإمام الحسين ومجالس على حال الشعائر الحسينية تقوي جانب العقل. عقل، شنو التربة صعدت للسماء؟ وانت منو حتى تصعد للسماء؟ شنو دليلك على ان تصعد للسماء؟ منو اللي على حال يصدق هذا الأمر؟ لذلك القرآن الكريم دائما لما واحد يدعي يقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هاتوا برهانكم. وين برهانك؟ اعطيني برهان. برهان انا برهان يا انت مدعي، انت مو برهان. برهان يعني دليل. ولا شي تحضر عند فلان، حضورك عند فلان مو مهم. هواي كانوا يحضرون عند رسول الله وانقلبوا على رسول الله.